خلينا اخدكم في من الـ لو بنتكلم عن السعاده، ففي من بين رموزنا الفنيه اللي منحونا هذه السعاده واللي قدموا السعاده للناس من خلال الفن اللي هو من مقومات الهويه المصريه اللي استعدناها بثوره 30/6 بعد ان حاولت خفافيش الظلام اختطافها. لو هتقول سعاده يبقى لازم تتكلم عن شاديه. شادية بقيمتها في كل أعمالها التي قدمتها حتى في الأدوار، يعني شادية في شيء من الخوف هي الضمير، هي مصر ضمير، وهي مصر هي النقاء، حتى في دور الفتاة المنحرفة حميدة في زقاق المداء تحترمها في كل أدوارها لأنها تقدم ما يمكن أن يخدم المجتمع. السينما أنت بتشوف من خلالها المجتمع وبتشوف من خلالها المشاكل والأزمات. شادية في عيد ميلادها لابد أن نحتفي ونحتفل بيها، أعتقد أنه لا يوجد مصري لا يحب شادية. شادية هي الفن وهي الاحترام. في مرحلة ما فضلت الإنزواء والابتعاد، احترمناها وهي تقدم الفن واحترمناها في انزوائها، ويتعامل الجميع مع شادية على انها ايقونة من ايقونات السعادة، منحتنا السعادة من خلال اعمالها الفنية المتعددة والمختلفة. الحاجة شادية كما تفضل ان يطلق عليها الان. والحقيقة انا كنت حريصا قبل ما ادخل الحلقة ان حتى ان انا اطلب بس انه اسمع صوتها واقول لها كل سنة وانت طيبة، تحقق لي ذلك ووجدت هذا الصوت المفعم بالحيوية وبالحماسة الشديدة، وهي تدعو للجميع وتدعو لكل المصريين. قيمة كبيرة مثل شادية يجب أن نحتفل بها، وأدعو الجميع للاحتفال بشادية التي منحتنا السعادة من خلال أعمالها الفنية ومن خلال أغنيتها، الأغاني العاطفية والأغاني الوطنية. وإحنا بنتكلم عن وزير للسعادة في الإمارات، ده إحنا عندنا رموز سعادة وسفراء سعادة، لكن للأسف الشديد لم نستغل هذه الطاقات ولم نستغل ثرواتنا سواء الفنية أو التاريخية والحضارية حتى نحقق السعادة لكل المصريين. تعالوا نحتفل ونحتفي بعيد ميلاد الحاجة شادية. احيا طيني وفرقها عليا، انا بحبك ابدع ليا، معلش انه بادي عشان خاطري سكر والله الدنيا سكر. على مدى 40 عاما من التألق في الغناء والسينما والمسرح، قدمت الفنانة شادية أشكال الغناء العاطفي والوطني والديني كافة، إلى أن أصبحت صوت مصر الذي عبر عنها بصدق في النصر والهزيمة. أصله ما عداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. تمر اليوم ذكرى ميلاد فاطمة أحمد شاكر 85، هي الفتاة التي ولدت في حي عبدين لأسرة متوسطة الحال يوم 8 فبراير عام 34. في بداية حياتها ظلت بجانب الراديو إلى أن تعلقت بصوت ليلى مراد، أصبحت تقلدها وتمنت أن تصبح مثلها. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو 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 إحنا هنا. ولدت في حي الحلمية الجديدة في القاهرة، وترجع أصولها إلى محافظة الشرقية شرق القاهرة. بدايتها جاءت على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة، فأدت وغنت ونالت إعجاب كل من كان في استوديو مصر، إلا هذا المشروع توقف ولم يكتمل. ولكن في هذا الوقت قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك. سونا يا سنسن جيت لك هو قبل ما عدنا كمان هنا هو،
جيت ومنايا اشوفك كيف جيت يا عينيا واستنيت. لقبت بدلوعة السينما المصرية وتعلق بها أكثر من جيل، وقدمت 120 فيلما و 1500 أغنية وعشرة مسلسلات إذاعية. عايدة ماما 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 عايدة ماما يا حبيبتي يا ماما. من أفلامها شارع الحب، الزوجة الـ13، موعد مع الحياة، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام. مفيش موظف عايز يتحمل مسؤولية. عامك يا سيادة المدير. حلف رتب المكتب. حاضر يا فندم. مكتب مكتبين. مين قال ان انا برتب مكتب؟ ايوه كلنا بنهرب من المسؤولية. بيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. من اشهر اغانيها حلوة الدنيا، سونا يا سنسن، قالوا لعين الشمس. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صرح ماشي. وقفت لأول مرة على خشبة المسرح لتقدم مسرحية ريا وسكينة مع سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير لمدة 3 سنوات في مصر والدول العربية. انتوا من 20 سنة قلتولي ابني ضنايا مات. امي وقتها كذبت عليك يا ريا. يعني كل السنين اللي كنتوا بتضحكوا عليا وبنتي ضنايا. يا سكينة يا سكينة تعالي تعالي، مش هتصدقي يا سكينة بنتي. انا نفسي مش مصدقة نفسي، مش هتصدقي اللي حولولي. انت عارفة البنت اللي جبناها الصغيرة دي تعرف تبقى مين؟ بنتي ضنايا، بنتي انا. تزوجت الدلوعة في بداية حياتها من الفنان عماد حمدي الذي كان يكبرها بحوالي 20 عاماً، لكن لم يستمر زواجهما أكثر من 3 سنوات. ثم تزوجت من المهندس عزيز فتحي عام 57، وانفصلت عنه أيضاً بعد 3 سنوات. وتحولت قصة الحب الشهيرة بين أحمد ومنى التي عرفها الجمهور من خلال فيلم أغلى من حياتي إلى قصة حب واقعية بين شادية وصلاح ذو الفقار، وانتهت بإعلانهما الزواج. وعلى الرغم من التفاهم الذي كان عليه في البداية، إلا أن الحياة لم تسر على هذا النحو كثيراً، وأعلنوا الطلاق، لتعتزل بعد ذلك شادية عندما أكملت عامها 50 مشوارها الفني. ما أقدرش أنكر أنكم اديتوني مجدي وشهرتي، لكن أنا كمان اديتكم عمري شبابي. عشانكم حافظت على سمعتي وكرامتي، وعشان أكون جديرة بحبكم وتشجيعكم ليا، حرمت نفسي من الحرية اللي بيتمتع بيها كل الناس. ودلوقت كتير عليا لو تدوني حق الطبيعي في الحياة. كل سنة ودلعت السينما المصرية بألف خير. على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب قل الأحلام أنا جاي أوام، على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي. عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا. الله، بشادية يمكن أن نغسل القبح الذي نشاهده في بعض أعمالنا الفنية هذه الأيام. من خلال شادية أيضا يمكن أن نعود إلى الفن النقي الهادف اللي بيهذب الوجدان وينقي النفوس، بعيداً عن الأعمال التي نشاهدها الآن وتعلم البلطجة وتعلم القبح وكل وسائل التدني. بنحتفل بعيد ميلاد شادية وبنقول لها كل سنة وانت طيبة الحاجة شادية،
كمان هي تجمع ما بين الموهبة الشديدة والاحترام الشديد، وانت بتعتز بموهبتها لكن لا تملك إلا أن تحترمها وتحترم تاريخها الفني. شادية اليوم كمان الدكتورة أحلام يونس رئيسة أكاديمية الفنون أعطتها الدرع، هي كانت حصلت على الدكتوراه الفخرية العام الماضي ومنحتها اليوم الدرع في عيد ميلادها. نشوف الصورة، وأيضا الفنانة يسرى قدمت لها الورد. وأتمنى أن كل مصري، مش كل فنان، كل مصري على الأقل يقول لشادية كل سنة وانت طيبة. أو ده الورد اللي قدمته الفنانة يسرى لشادية. علينا أن نحتفل ونحتفي برموزنا الفنية الذين منحونا السعادة، وإحنا بنتكلم عن البحث عن الجمال والبحث عن السعادة.